الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة الكرام الأعزة، بارك الله جهدكم وبارك سعيكم وبارك وجودكم وبارك اخوتكم، وجعلنا الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. نسال الله تعالى ان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا، وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، وان يجعلنا جميعا من الراشدين. امين. ايها الاخوه، موعدنا اليوم مع مميزات الحكم الاسلامي او مميزات العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بحياة الناس بعضهم مع بعض وبصلة الناس بعضهم ببعض. فكان مهمني ان يكون مع كل من اليوم قلم وورقة ليسجل النقاط الاساسية التي نتكلم عنها. الواقع ان هذا الموضوع موضوع خطير، بل هو اكثر موضوع في حياة الانسان وفي حياة الانسان. وخطورته تأتي من متعلقه ومن نتيجته. اما متعلقه فان الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى متعلق بالله وإيماننا به، ومتعلق بخضوعنا لأمر الله وحكمه. وإذا كان الأمر متعلقا بصلتنا بالله فهو جد خطير. أما النتائج فهي تأتي واضحة من أن الملك لله والحكم لله والتدبير لله. والله يقول للشيء كن فيكون، فمن كان مع الله قلبا عقيدة وعملا وحكما طيب الله حياته واسعد الله اخره. واما من اعرض عن الله ونأى وتمرد وعصى ربه وبعد عن دينه وحكمه فهو مهدد بقوله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما. ان الخطباء دفوا اصواتهم وان الدعاء اذهبوا انفسهم وعقولهم وحناجرهم من اجل ازالة منكر وإبعاد كافتة وتثبيت واجب من واجبات الله، وكل ما يفعله الدعاء وما يفعله الخطباء وما يفعله المدرس وما يفعله المصلح الديني في أي مكان، تأتي سقطة من سقطات الحكام حين يبعدون عن الله فتقضي على كل اعمال الدعاء واعمال المصلحين واعمال المصلح. اذن الحكم بما انزل الله هو قضية الحياة، ولا قضية للحياة سواه، لاننا كما نعرف من القرآن خلقنا لنكون عبيدا نخضع لربنا
ونسعد بخضوعنا له ونترفع بانفسنا عن خضوعنا لاي مخلوق سواه الا باذنه، لاي مخلوق من البشر او من المخلوقات الا باذن الله تعالى. فالله يقول كما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا كانت رسالتي في الحياه ان اعبد الله واسمو وارتفع بعبادته فاترك هذه الرساله وسميه، ثم اتنزل الى ان اخذ الاوامر من البشر وان يتحكم في انسان. قد يكون وضع القانون وهو جالس امام فجره عاهره، ايضع القانون وهو يشرب كاس الخمر، ايضع القانون وهو متاثر ببيئه معينه، ايضع القانون وهو متاثر بافكار اجنبيه مجاده لدين الله. فياتي انا وقد امنت بربي وجعلت حياتي وقتا عارضا، اتي انا بعد واخلد واسكن الى قضاء البشر في البشر وحكم الانسان في الانسان بهوى الانسان. اليس ذلك هو نفسه عبادة الاسلام؟ ماذا كانت عبادة الاسلام هو خضوع الانسان للحجر حسب تكبير وافكار وحكم البشر. ان الذين عبدوا الاحجار عبدوها بناء على حكم الانسان في الانسان. قال الانسان من انسان في هذه الاحجار اسرار فيها سر الالوهيه فيها سر الشفاعه. فخضع الانسان لحكم الانسان فادل الانسان الانسان. اذن قضيتنا ليست قضية سهلة. ثم ننظر إلى حياتنا كلها، سواء في جانبها السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي أو الروحي. كل هذه الجوانب اذا انت سلكت مسلك الشرع فيها وكان الحكم بغير ما انزل الله وجدت كل شيء في الدوله يحاربك. وان انت خضعت لحكم المجتمع وحكم السياسة وحكم الأوضاع والتقاليد وجدت ربك قد غضب وانتقم وسلكك مع الشياطين والفجرة والمجرمين. إذا في بلاد تدعي أنها إسلامية الحكم بغير ما أنزل الله فيها شتت الفكر الانساني واوجد التناقض بين الانسان والحياه واضاع الامه ومزق وحدتها. ولا نزال منذ تركنا الحكم الاسلامي وتنازل لا نزال نسمع بتنزيل هنا وتنزيل هناك وبحزب ظهر وحزب اختفى
وبجماعة قامت من أجل الإسلام، وبجماعة قامت من أجل الشيعية ومن أجل الاشتراكية ومن أجل المذاهب الهدامة كلها. لماذا؟ لأننا أبعدنا حكم الله فصارت الأرض مسرحا وملعبا لجميع الأهواء ولجميع المستوردين والمفجرين إلى بلاد الإسلام من السياطين والأساسين والدجالين والمسجدين. لأننا أبعدنا حكم الله. إذن كما قلت هي قضية خطيرة وليست سهلة. طيب لماذا نحكم بما أنزل الله؟ هذا السؤال الواقع عرضه خطأ، لأنني أنا عبد لله ومالكي هو الله ومدبر أمري هو الله، والأرض التي أقف عليها والسماء التي أستظل بها والماء والهواء وابني وزوجي وحياتي وسمعي وبصري وفؤادي وطعامي وترابي وكل شيء يأتيني من ربي. قل كل من عند الله. فليأتي إنسان بنعمة لي يخلقها ويدبرها، وإن جاء أمر الله بإزالتها يمنع أمر الله. فليأتي هذا الإنسان وأنا أعبده. أما إذا كان الإنسان عاجزا كل العجز حتى أن يقف أمام عاصفة أو أمام زلزال أو أمام وباء من الأوبئة، إذا كان الإنسان خلق ضعيفا عاجزا فكان يجب أن يتخذ من ضعفه كل من من قوة جسم الله أن يقوى بربه وأن يعتز به وأن يصل نفسه بالقوة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. إذن السؤال لماذا أحكم بما أنزل الله خطأ وغلط وجاء نتيجة المسح والتناسب في الحياة؟ إنما السؤال الحقيقي لماذا نبعد عن الحكم بما أنزل الله؟ نبعدنا من لنا؟ من أرحم بنا؟ من يأتينا كل شيء؟ من أحق بنا؟ من أنفسنا؟ الله. فإذا كان الله بيده كل شيء فلا أقل من أن يكون بيده حكمنا. هذه واحدة. إذن أنا عبد لله، وما دمت عبدا له فيجب ألا يحكمني أحد سواه. هذه يا أحد. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدي إلا إياه. ثانيا، ربي يحكمني برحمة ويعاملني بلطف وحكمة وينزل الحكم بما يتفق مع طبيعتي ومع غريزتي. والبشر عكس ذلك كله. البشر يحكمك بهواه ويدير امرك لصالحه ويجمع الاحزاب والسلل والهيئات من حوله
ليقضي على فتنه. فالبشر بغير اسم الله ودينه ظلمه كثره صغار، كما قال تعالى فيفتي الانسان قبل ان يتهدد بالايمان والعمل الصالح ان الانسان يعصى ان راه السلم، ان الانسان لظلوم كفار، ان الانسان لربه لسليم يعني كثير، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه السر جزيع واذا مسه الخير منوع الا المثل. اذا هذا هو الانسان، فاذا حكمني فسيفرغ ما في نفسه في القانون الذي يحكمه. فبناء عليه اذا كان ربي هو الرسول اللطيف بعباده العسيم، فانه لم يحكم الا باليسر، ولم يسرع الا بالتخفيف، ولم يجعل على الانسان حرجا او ضيقا. ولذا قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. ارجوكم ان تتمعنوا في معاني هذه الايات بقدر ما هو صالح لكم، لا بقدر ما تستحقه الايات، فنحن اعجز من ان يدرك ما تستحقه. يريد الله بعد ان ذكر القرآن في سورة النساء تشريعات وبيانات وأوامر تتصل بالحياة الزوجية، قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني يرشدكم الى الطريق السليم الذي متى عليه من قبلكم فنزل ويتوب عليكم. ويريد ان يتوب عليكم يعني ان يعود بالخير عليكم. والله عليم حكيم. والله يريد اعاده مرة اخرى. والله يريد ان يتوب عليكم. فانظروا المقارنة بين ما يريده الله بكم وما يريده بكم اعداؤكم واعداء دينكم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. انا قلت لك ان الذي يقضي بنجم القانون يفرض ما في نفسه ما في قلبه من سهوة من خبث من مزاج من بيئة، نفس القرآن منطق القرآن. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، ان تميلوا عن اي شيء؟ عن دين الله. واذا كان دين الله فيه الرحمة فكل تسريع بعيد عن دين الله فيه الشقاء والعقاب. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، تميلوا عن الحق، تميلوا عن العدل، تميلوا عن اسباب الرحمه والسعاده والعزه. فاذا منكم ظلم بعضكم بعضا واكل بعضكم مال بعض، وحللتم ما حرم الله وبعدت
بكم عن الطريق السعيد فتصار الانسان ذئب الانسان وسقي الانسان بالانسان وعاشت البشرية في ظلام وفي شقاء وفي ذل لانها عاشت مع السفر. اذن فتربية بيرفعنا الى اي مكان يقدر انزل تاني. يريد الله ان يخفف عنكم تطويلة الايات. يريد الله ان يخفف عنكم ان ييسر الامور لكم. ليه؟ وخلق الانسان ضعيف لانه خالق الانسان ويعلم ضعفه. فكل تسريع من الله مراعا فيه ضعف الانسان وكل تسريع من الله فيه رحمة بالإنسان وكل تسريع من البشر بعيد عن طريق الله هو تسريع الكهواني فيه التضييق الحياة على الإنسان وعلى البشرية وفيه إسقاء الإنسان في الدنيا والآخرة. ولذا يقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. عظيم. هذا هو ربنا يعلم امرنا ويرحمنا ويسرع لنا تسريعات كلها رحمه بنا. فإن ظننا أن تسريع إنسان فيه رحمة وهو مجاب لتسريع الله فقد أخطأنا وكفرنا بالقضية. وكل تسريع سوى تسريع الله يسمى في القرآن تسريع الشيطان. فكلمة الشيطان تطلق في اللغة وفي الشرع على كل متمرد. فإن تمرد على الله وتمرد على دين الله وتمرد على طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الشيطان الكافر المبعد عن رحمة الله سواء كان من الإنس أم من الجن. وهذا هو معنى الآية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني إلى الشيطان وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. فاذا قيل لنا ان تسريع انسان تسريعا مجادا لدين الله هو تسريع رحمه اما ان صدقنا فقد كفرنا. اننا نؤمن ان تسريع غير الله المباد لدين الله هو تسريع كفر وهو تسريع شيطان. ولو كان موافقا لدين الله لالتمس التسريع من الله. وكل تسريع من هذا النوع فيه شقاء البشرية وليس فيه سعادة. وان جميع الذين يسرعون بغير ما انزل الله يريدون ان يضلونا ضلالا بعيدا. هذا الكلام يصدق على الانسان في نفسه على الانسان في بيته على الانسان في تجارته في صناعته في مدرسته في هندسته في اي عمل انت كانسان لثباتك المستقلة. ان تركت حكم الله فانت مسلم تابع
وإنما تفتح اسم الله ورضيت بحكم النظام كأنت شيطان كافر. وإن رضيت حكم الله ولكنك تركته كنوع من الإهمال مع اعترافك بخطئك فأنت ظالم فاسق. وعلى هذا يثبت احنا من الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بناء عليه عرفنا أن الحكم بما أنزل الله هو حكم في كل شيء في بيتك وفي مجتمعك وفي دينك. لا نريد فقط حكم الدولة إنما نريد حكما عاما يسري في كل عمل وفي كل تصرف. وعرفنا أن حكم الله رسمه وأن حكم غير الله فساد وأن حكم الله هو الحكم المعتمد وأن حكم غير الله هو حكم الشيطان وأن الأرض كلها إن حكمتنا بغير ما أنزل الله فهي سلاطين تميل بنا ميلا عظيما بنفس القرآن. وأنا ما أريد غير القرآن حكما فإن لم تريد القرآن حكما فامحوه أو أبعدوه أو حرموا تلاوته ودراسته. أما أن يكون القرآن يتلى في المسجد ويتلى في الإذاعة ويتلى في التلفزيون فإذا فسرنا القرآن بما فسره به علماء المسلمين قالوا لنا فسرتم وأثرتم قل لهم فسرتم وتلفتم. إنما على الهدي نسير وأمامكم تفسيرات علماء المسلمين هاتوا غير ما نقول إن كنتم تبكي قل هاتوا برهانكم ولن تجدوا غير ما تسمعون. هذه إذن نحن إذن الأولى فنعبد وعبوديتي توجب علي أن أخضع لربي وعبوديتي فيها عزتي ما دمت خاضعا لربي. فإن حسنت بشرا فيه وأزلت حكم الله فأنا كعابد الصنم ذلت نفسي وذلت عقيدتي وبعدت عن الصواب. ثانيا أن حكم الله فيه الرحمة فيه السعادة وأن حكم غير الله فيه التقاء فيه الميل العظيم عن الطريق الحق. وكل حكم غير حكم الله يسمى حكم الشيطان. ثالثا من حق الله علي أن يحكمني وليس لمخلوق أن يحكمني برأيه لأن الله خالقي ومدبر أمري. فإذا حكمني فذلك حقه حتى يأتي إنسان يخلقني ويرزقني ويدبر أمري ويتصرف في حياتي فحينئذ له الحق أن يحكمني برأيه وبهذا. وهذا الإنسان لم يوجد. إذن فمن الخطأ أن يحكم الإنسان بهوى الإنسان بهوى الإنسان لكي كان الإنسان يحكم بسم الله على العين والرأي. بعدين رابعا الله تعالى في خلقه أتم كل شيء وأكمله وما من صنعة من ياس إلا وهو في غاية الكمال والإتقان وما من صنعة من إنسان إلا ومهما بلغت من الرقي
فهي في منتهى الضعف وفي منتهى التكتل، لانهما كقوى بالنسبة لسرعة الانسان قوى تقضي عليها. فاعظم طائرة مع كل ما فيها من اسباب الامن اذا مرت بمصب معين هيكلت عليها اشعة معينة مضادة تستطيع اسقاطها. اي جهاز فيها اختل ممكن تتحكم، يوجد الضباب يدخل قائدها في منطقة لم يكن يقدر امرها ترتطم الطائرة ويضيع كل من فيها. لماذا؟ لان الانسان في الطائرة محكوم بآلاته، هو لا يحكمها ولكن تحكمه، وقد يكون الانسان صانعها، اما الله فهو يصنع الحياة ويحكمها ولا تحكم الحياة ابدا. فمهما وجد من جانب ضعف فهو الذي يملكه، وهو يملك جوانب القوى. فان ضاعت النور لتحرق ابراهيم وقد اعدها البشر والنار بتبئها ومن شأنها الإحراق، فإن قوة الله حين تكون فيه بردا وسلاما تتحول النار على إبراهيم سلاما ونعمة وروضة من رياض الجنة، وهي في ظاهرها عند الناس مشتعلة مدركة منتهية. إذن الله تعالى لا يعجزه شيء. الحوت يبتلع سيدنا يونس ويسير به في البحر، كون الحوت في زيت سمكة، كون يونس في زيت سمكة امر يستدعي الغرابة. كيف كان يتنفس؟ كيف كان يحيا؟ كيف اتقى العصارة المعدية؟ كيف كيف مئة الف سنة؟ لكن اذا كان الله قد فعل فلا يستطيع الانسان ان يقول كيف، لان الذي فعل هو الذي لا يعجزه كيف، هو الذي يقول انه على كل شيء قدير. فاذا كانت صنعة الله كاملة، والله تعالى يقول كاملة، والله تعالى يقول صنع الله الذي اتقن كل شيء، واذا كانت صنعة الانسان فيها دائما النقص والعجز، لانه مهما بلغ الانسان من العلوم فلم يدرك جميع اسراره. وما دام هناك جانب لا يدركه الانسان من العلوم يمكن ان ياتي الخطر من هذا الجانب. اذا جاء القانون من الله فقانون الله فيه كمال، الموجود في قانون الوردة وفي القوانين الموجودة في الزهرة وفي القوانين الموجودة في الورقة، بنجد ورقة العنب او ورقة السوت او ورقة اي شجر اذا عبدت السرسرة الموجودة في حياتها، اما خدت من الشجرة بذرة وزرعتها، اما جاء النبت الجديد من الشجرة الام وعبدت السرسرة في اوراق الابناء وجدت نفس العدد الموجود في اوراق الامهات، لو عبدت العروس واختلافها ونسيجها الموجود في كل ورقة لعكست صورة كاملة لورقة الام لوجدت نفس الصورة في ورقة البنت. من الذي اكثر؟ الله. في كان بيستغلنا؟ في كان بيدبرنا؟ لا احد.
هو الذي يدبر الامر كله. اذن الله تعالى كما يقول وانبتنا فيها يعني في الارض من كل شيء موزون، فاذا انزل القانون فقانونه متقن وقانونه موزون وليس فيه اي خلل ولا يستطيع عقل انسان مرتد ان يجد ثغرة خفيفة في حكم من احكام الله ليقول ان هذا الحكم فيه بعض. لا يستطيع الانسان المنكر اذا يضع الاحكام مقارنة بعضها ببعض. ولذلك الله يقول ان هذا القرآن من التي هي اقوم، يعني ايه؟ للطريقة التي هي اقوم طريقة، للقانون الذي هو اقوم قانون، للتشريع الذي هو اقوم تشريع، للسعادة التي هي اقوم سعادة، لإعلاء شأن الأمة التي لا يوجد مثلها في العالم إن استنفقت بدينها. هذا ما يجب أن نفهمه وأن ندركه وأن نعيه به. ثالثا مفهوم لا أرتبط بالأرقام. أنا عبد الله، هو الذي احيانا وهو الذي يموتني وهو الذي يبعثني وهو الذي يحاسبني، وحين ابعث ويبعث العالم كله ينادي الله الخلائق اجمعين نداء اعجاز وقهر واعزاء وعزة لمن الملك اليوم، فيكون العالم كله لله الواحد القهار، لله الواحد. اذا ليس اثنين ولا ثلاثة، فيكون تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم الله. اين ابي؟ اين اخي؟ أين أمي وكامي؟ أين زوجي وولدي؟ قالها لن يعرفك العالم كله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنه لقوم كفي وما هو بالهزل. ثم ينادي الله العالم كله، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. اذن الامر كله في يد الله، وانا حياتي من يوم ولدت تمتد الى ما لا نهايه. فلو فرض لأننا قدرنا حياتنا بألف مليون سنة، كفر. لأننا قدرنا حياتنا بألف مليون سنة نعيش منها مئة سنة في حياة تسمى الحياة الدنيا، وهذه المئة تقرر مصيرنا فيما بقي من عمرنا الذي طوله ألف مليون سنة. فنكون حمقى ونكون ضلالا، بل نكون لا عقل لنا إذا ضاعت منا المئة في تفاهات الحياة
واضعنا بها الف مليون سنة. لان هنا تزرع الخير، تزرع الايمان، تمتلك مع الله، فانك تسعد بلقائه سعادة تمتد الى ما لا نهاية. اما ان اعرضنا عن الله واخذتنا الشهوات وتبعنا الاخرين وعملنا من عقولنا آلهة، فإننا نضيع دنيانا ونضيع أخرانا ونكون قد قضينا على كل مستقبلنا. فإذا كنت أنا معروضا على ربي وحياتي عند ربي لا انتهاء لها، ولم يحاسبني الله إلا على أصول أنزلها هي كتابه وسنة نبيه، فمن لي إذا لقيت ربي أقول لجميع العالم المظلم من علماء ومصلحين وحكام وزعماء ومفسدين، تعالوا من لي يوم ألقى ربي أحللتم المحرمات وعشتم في الأرض مفسدين وجعلتم الأهواء تسيطر على الحياة وفجرتم جميع تنازل النبي والمجور والفجور والفجور والشهوات حتى أحس العالم كأنه غارق إلى أذني في الضلال. فمن لنا يوم نلقى ربنا؟ ومن قال لكم إننا عبيد لكم؟ من قال هذا؟ خطأ. إذن المسؤولية أمام الله، وهي مسؤولية بعيدة الخطر كبيرة الأثر، ونتيجتها إن سقاء أبدا وإن نعيم أبدا. هذه المسؤولية يجب علينا أن نرجع إلى ربنا. إلى هذه الأشياء لا بد أن تفكر فيها، ومن لا يحاول أن يتذكرها إحنا بنكسره. يتذكر دائما أنني أنا أتكلم، تذكرها دائما أنني أريد أن تسمع بما أنزل الله في نفسك وفي بيتك ومجتمعك وبينك. فكانت تصفق بي مرة واحدة، تتمد بتكلم عن الدولة بس، وتروح انت تحل ما حرم الله وتفعل ما يكذب الله. لا، يجب تفهم ان الكلام ده لنا كلنا، من اول حاكم الى اول حاكم الى اخر محكوم. طيب حسنا، حاجات غريبة طلبات شيعية حددت خطوات الانسان وعمل الانسان، ولدت الانسان وفكر الانسان وعقيدة الانسان ومثل الانسان وجوزة الانسان. يعني لو كان عندي واحد حمار يقتريه ما استطاع ان يحدد له كل شيء ويقيده كما قيدت الشيعية اتباعه. رسلني عصفت بكل كرامة للإنسان تماما مثل الشيعية. لأن رسلني ما هي؟ هي إنسان له مال، بنى بالمال برجا وعاش فيه، ومن تحت البرج ناس فقراء مساكين عمال وفلاحون شعاه وخدم، فوضع المال في يده وفعل ما فعله هامان وفرعون وقال اتدرون من انا؟
انا مالك المال، ومالك المال ومالك السلطة ومالك القوة ومالك حياتكم، فاسمعوا لي. ثم شرع القانون الذي يقتل سلطة المال، وجاء بالحكام الذين يردون سلطة المال، وأعد الشرطة التي تدافع عن سلطة المال إلى آخره. كل شيء صار في خدمة الرأسماليين. وقت له الويل لو استطاع ان طمح بقيام نقابة للعمال اشتراها، جاء بمن؟ برؤساء يصنعهم هو، واشترى الذمم والدمائر من اجل اذلال الانسان. ان طمح بقيام مظاهرات مضطربة في حدود ما يريده هو لا ما يراد ضده، اي مسألة جهدة. كلما ظهر متنفس حر يبقى هذا انسان عميل متصل بدولة اجنبية بيعمل الانقلاب، ده عمل تنظيم سري من اجل القضاء على الحصن، ويطلع التنظيم السري 20 ولد 5 بنات 6 رجالة، بقى 5 بنات و20 ولد و6 رجالة، بيعملوا نظام لقلب نظام حصن بيحميه مئات الالاف من الشرطة والمباحث ورجال الجيش والمخابرات الى اخره، لكنها الرأس مالي. كما انها الشيوعية وليس راسية استتكت على بيت الانسان وتحته، والقضاء على كل من لا يخدم طبقتهم او حزبهم او مالهم. هذا ما تريد هذه وتلك. اما الاسلام فهو الذي يقول الله فيه ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هو الذي يقول عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، هو الذي يقف فيه الرسول قبل موته ويقول ايها الناس من كنت اخذت ماله فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت جلبت زهره فهذا زهري فليجلب. الله اكبر، هذا موقف من سمع قول الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان. اذن هناك انسانية مكرمة، الله يرعى طبيعتها ويرعى انسانيتها ويكرمه في جميع تشريعاته وفي جميع قوانينه. فقال تعالى ولقد كرمنا بني ادم. فالانسان في التشريع القراني الاسلامي انسان يمشي بحريه، يعتقد بحريه، يعبد بحريه، ينتقد بحريه، حياته لا سيطره لاحد عليها الا لله، وحدوده الحدود التي يجب ان يقف عندها حدود قليله، حتى ان بعض الفقهاء المحدثين كان ماذا في الاسلام من زير او ضيق على الناس، بل الاسلام حدوده في امور محدوده كلها تيجي 6: قطع الطريق والبث، حد الخمر، حد الزنا، حد السرقه.
حد الكفر، حد السحر، حد الكفر والردة، يعني يكفر بعد ان كان مسلما. دين الحدود بعد كده الاسلم بيمشي من سنه خمسه ومنتهى الصهاره. كل بيقابل الحاكم كما قال رجل عمر، قال له انا عمر بخطب بامي انا ابغضه. قال هل بغضك لي يمنع حقا لي؟ قال لا، حقك مقدس لا يمنعه. قال فابغضني او احبني انساء، انما يبكي على الحب النساء. تحبني تكرهني؟ انا ما بيهمني، انا يهمني هل انا انسان اعيش ليا كل حقوقي ولا بعدك ليا دخل السجن يفتح المعتقل ويعلق المسالك وتصنع الجرائد والمجلات وتصنع الصحف والاذاعات والتلفزيونات تجيبهم مصدمين ويظهر عليهم الضرب وان مكسور ظهره وان مكسوره رجله وان اتخرب بيته واخذ الدرس واخذت امه واخذ عرضه ليكسر. فاضطر ان يمضي في الورقه ويوقع انه كان يريد انقلابا. هو مظلوم ولا كان يريد انقلاب ولا ظلم. انقلاب بخمسه ولا سته ولا عشرين يا ناس يا ناس حسنا كنت فتره. اذا الله يرعى طبائع الانسان. حضرتك عايز تاكل ولسه تاكل كل السيدات، انت رايح السيدات يقول لك لا احنا مستجيبين في صمت معين في المطعم هو اللي تاكله بس، صمت من الماء تشربه بس، وصمت من الملابس تلبسه بس. القران يقول لك ايه؟ كل ما احله الله فتمتع به. كل من حرم زينة الله التي افرض لعباده والطيبات من الغيب. كل الذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تبدلوا تمتعوا بما احل الله لك. انت عايز تاكل كل اللي انت نفسك فيه. ما دمت لا تظلم ولا تعتدي على احد ولا تبيت سبعين وذلك ذاك. طيب انا عايز اتجوز، انا راجل عندي قوة جنسية معينة. البسيط اتفضل هذه امرأتي اخيك المسلم تزوجها. الكفاية طلعت مريضة وطلعت ما بتخلف او اي حاجة قبل الثمان واحدة. برضو الثانية طلعت مشكلة، طب مشكلة يبقى كده الثالثة. لا برضو طلعت كم عيب الرابعة. لا لازم تنفعش ان يبقى انت انسان شهواني طماع ولا بترغى كلامك كافر، ما فيش اكثر من كده. ويلك ان لم تثبت عند حدود الله. ما يعرف اي شيء. الاسلام لم يثبت الغريبه، لكن استرفع في الطريق السليم النبي في الكون. كل الصراعات في الصف ده ربنا سبحانه وتعالى ما منعنا الا مما فيه اعتداء على غيرنا او فيه دار لنا. فتشريعات ربنا موافقه لقبائحنا وموافقه لغرائزنا. ايه كمان التشريعات للنظام ده بنبدا بتعمل ايه؟ عشان ندرك الخطر نجد التشريع بغير ما انزل الله يحرم ما احل الله ويحل ما حرم الله. فيقف المسلم في تناقض. وهذه قضية منتهى الخطورة. فمثلا واحنا في القضية الصغيرة في البيت، الزوج لسه فيه أزواج لا غيرة عندهم ولا رجولة ولا حمية، وإن الست مرات أسلام علشان تلبسيني شيخة وملابس شرعية لغاية الإذنين. انا ما بي هذا كلام انا لا اريده. انما تتعرض في كل الستات وتجاني جميلة ابداع امام اصدقائي واخواني. طب والثلاث ثلاث ايه؟ انت هتبقى رجعية ولا تقدمية؟ انت هتبقى متعصبة ولا هتبقى امكانة حديثة؟ انت عايزة تبقى يعني ايه شكلك؟
ولا انا بتشوف شوف التلفزيون بيقول لك ايه، شوف المباد، شوف الافلام، شوف الحاجات الحلوه، شوفوا بيعملوا ايه، عايزين نعمل زي دول، تدور يا سيف يا عرض وجري على البلاجات وجري وراها في البحر وجري وراها مش عارف ايه. اي كده الافلام دي جابتها الدوله على نؤمن مثلها، والا كمان جاءت بها الدوله لابد على الثاني كده، يبقى الدوله بتقول كده يعني كده، عشان نعرف الخطوره اللي بتجينا من وراء هذا الخبل. فيبقى عمل ايه؟ اشترى الواد ده حرمه، يبقى حرم ما اوجب الله. العري الحرام احله، يبقى احل ما حرم الله. نتيجة ايه؟ البعد عن الاسلام. تركي تجد مؤسسات، شركات التأمين بكل انواعها ربا، البنوك كلها ربا، بكل ايه كلها؟ قال لك البنوك والشركات والمؤسسات المالية كلها مكتوب عليها من اعلى تديرها الابارسة وتنظمها السياسيين وغايتها اعلان الحرب على دين الله. نفس القرآن فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. يبقى احنا هذه مؤسسات رسمية، الذي جاء بها البعد عن الحكم بما انزل الله، القاضي في المحكمة بتدخل يدخل حاكم المحكمة في المياه، هات السيوف، هات الجن، بعد ما يسمع حكمنا بما هو عيب، ألف جنيه غرامة وحد خمس سنوات ومصادرة جميع أمواله. ليه؟ قال لأنه سرق خفيف. لما نيجي احنا نعرض ده على حكم الله نجد ان هذا الحكم في منتهى الكثرة من القاضي. هو سرق خفيف، طب اللي بيشرب خمرة بيعملوا فيه ايه؟ اللي اغتصب الارض ماذا فعلوا فيه؟ اللي طلب مال الدولة وحرامية الفلوس ماذا فعل فيه؟ قال لك كل ما يسرق أكثر ياخد مناصب أكبر، لأنه بيسرق المال ويعطي من فوقه، واللي فوقه يعطي من فوقه، فاللي فوقه بيطلعه لفوق لفوق لفوق، يبقى ناس فوق 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 وناس تحت تحت تحت. ليه؟ لأننا لم نحكم بدين الله. دين الله تشريع يتفق مع عظمة الله وعدله ورحمته، وقانون البشر تشريع يتفق مع طبيعة البشر ومؤمنهم ودنسهم. إذن الحكم بغير ما أنزل الله يحلل الحرام ويحرم الحلال ويجعل الأمة تعيش كلها في تناقض. فنسأل الله توفيق الصحابة أيضا. أرجو الأسئلة الغير كده تقف وقت الأسئلة للموانا دي عشان الأسئلة تفكيرا قبل ما أدخل في الأسئلة. أسئلة السنة دي نقول إن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا ان احنا نتحمل المسؤوليه مع بعضها، يعني ما يبقاش يجي مثلا مصادر ويلقى المخدره والسلام عليكم وعليكم السلام، كل واحد منا يروح بيته وينتهي الامر عند هذا، كل واحد منكم فيه بركه وفيه نور وفيه خير، فلا يحقرن احدكم نفسه كما جاء في الحديث، ولان كل واحد منا جمع من خيره حتى اولاده وبعض اقاربه او بعض اصدقائه ودعاهم الى الله وبدا يدرس معهم ولو في كتاب رياض الصالحين اللي انت خدتوه اللي هو منهل الواردين شرح رياض الصالحين او في بعض الكتب الدينيه البسيطه
لكان الواحد منكم له اثر كبير. او يجيب الاسرطة المغاله عدة اسرطة، اسرطة في العقيدة، اسرطة في الخلفاء الراشدين، اسرطة في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، اسرطة في المرأة والاسرة المسلمة، اسرطة في حياة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الاسرطة كلها موجودة وكلها علمية وسهلة، انت عارفين انها بتباع بثمن تكلفتها تقريبا. فاذا لم يكن لك كتاب فالاسرطة فيها ما يكفي ويزيد، تستطيع انك تقوم بدور الداعي الى الله. ارسطو يأتيه جوابات او ورقات فيها اسم الشخص واسم من جمعهم معه لعبادة الله ودراسة دين الله، يسرنا جدا علشان نبتدي نخاطب بعض علم ليه احنا مكسرين، واللي ينجح منا يبقى يفرحنا. وان فيه اخ مش هنذكر الاسماء، لكن نستطيع نقول ان فيه اخ استطاع ان يجمع حوالي 20 شابا ويجلسوا في المسجد، وانا بقول في المسجد بالذات ليكون جلوسنا واضح واعمالنا واضحه. احنا لا نريد الا دراسه دين الله، لا بنعمل عمل سري ولا بنعمل عمل ارهابي كما يقولون ويدعون، انما هذا العمل يخلينا نمشي في تفكير منظم علمي لصالحنا وصالح الاسلام. ونطلع اخر السنه بعد 6 سنين ان شاء الله نقول والله نتيجه عمل اخواننا هي كذا وكذا وكذا. انتوا كلكم بركه، عددكم هذا عدد يسير، كل واحد منكم لو جمع من حوله 5 هتجد الكويت السنه الجايه كلها تموج بالاسلام. وهذا البلد الطيب انا الحقيقه استبشر له خيرا، لان الدعوه فيه تاخذ وضعها الطبيعي بدون اي حرج. فجزا الله القائمين عليه كل خير. فاحنا ليس لنا حجه، وحرام ان نضيع انفسنا وان نضيع من معنا، لكن نمشي بنظام وبدراسه مصممه ودراسه منظمه تجد النتيجه رائعه، نمشي فوضى تجد النتيجه برضه تبقى فوضى. السؤال: هل تجد الزكاه على اقل المال ام تجد على النصاب؟ لا، الزكاة تجد اذا بلغ المال نصاب، والنصاب بيصل الى حوالي 100 جرام. السكر الجرام النهارده يمكن بحوالي دينار ونصف،